تسنيم روحي نامي بقرنة تانية، تحركي. شو القصة؟ ليش بدك يعني نام بغرفة تانية؟ وانتي نايمة بتتحركي كتير، يعني إذا اجتني ضربة على بطني ساعتها ما بضمن لك إني رح ضل ساكت. يلا وهي تقلعنا من التخت كتير مستقلع. يلا سدي بوزك، سامع شو عم تحكي؟ يلا اطلعي يلا. هذا مو واضح، هدول ناس ما بينقلن ايه. هلا رح اسكت وست حلقي، بس لما اعرف سركن الكبير وقتها منشوف مين بده يتقلع من هون.